يبدو أن الثورات العربية وانتفاضة الشارع العربي أخيرا ستلقي بظلالها على صناعة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي محليا وخليجيا وعربيا، الأمر الذي يدفع بالأسئلة نحو علاقة الفن بالسياسة ومدى تأثر الرسالة الفنية برحيل الأنظمة الحكومية، في حين يرى المراقبون أن حصاد الموسم الجديد للإنتاج الفني العربي ستطغى عليه مشاهد الثوار ومفهوم الوطنية وتعزيز الوحدة العربية. وإلى حين أن يأتي موعد الحصاد سنقرأ مستقبل هذه الصناعة مع ضيوفنا لهذه الليلة، وأيضا نتحدث عن خطر إمكانية عدم وجود أعمال درامية بكثافة في رمضان المقبل. لكن خلونا نشوف هذا التقرير لنوف خالد ثم نعود بعد ذلك للنقاش. يبدو أن رياح الثورة التي هبت على المنطقة العربية عصفت بأفكار الساحة الدرامية التي خنعت للأنظمة لسنوات طويلة، وأصبح الشارع يتطلع لأحداث حقيقية تناسب فكره وواقعه الذي يتمناه ديمقراطية وعادلة. ومن هنا نطرح السؤال على صناع الدراما حول كيفية التعامل مع هذا المزاج الجديد للمشاهد العربي، ومدى قدرة الأعمال الدرامية في المرحلة القادمة على التعبير عن أحلامه وواقعه بعد الثورة. تأثروا بالقضية وصاروا بعضهم يكتبون نصوص ويجهزونها. طبعا المشكلة النص يعني ياخذ وقت على التنفيذ، ولكن أعتقد أنه في ناس بروفيشنال سريعين راح يقدمون أعمال تخص الثورات، لأن الثورات فيها شيء من من القيم والشهامة اللي تثير حماس المشاهدين. فأتوقع ولست جازما أنه في أعمال راح تخدم. قضية أنه الأمور هذه تأثر على الدراما، أنا أعتقد أنه ممكن تكون في صالح الدراما، يعني أعتقد كذا. راح تختلف الأمور من ناحية الكتابة، من ناحية التهيئة للنفسيات بعد. يعني بالنسبة للعالم العربي دائما الأحداث عندهم سواء على الصعيد السياسي في الدراما بالذات يختلف عننا إحنا كدول الخليج، فيتهيئ لي حتختلف معهم الأمور، يعني حتفتح لهم آفاق جديدة للنقاش أو الحياة الدرامية. كثير بيوت تأثرت، كثير نفسيات تغيرت، كثير حقائق ظهرت، فهذه كلها في تعالج من خلال الدراما. دائما الدراما هي واجهة المجتمع أو مثل ما يقولون يعني مرآة للشعوب. الدراما العربية تواجه حاليا مأزقا عصيبا، خاصة بعد انسحاب بعض المنتجين من أعمال تعاقدوا عليها، بعد خلق أرض خصبة لأفكار جديدة نتيجة الثورات المتتالية في المنطقة. أعتقد أن السنوات القادمة حيكون إنتاج درامي، سينما، أغنية، مستوى آخر من الفن العربي، لأن أعتقد أنه الثورة حتعكس، يعني حتترك تأثير كبير على الفكر العربي وعلى الفن العربي وعلى الإنتاج العربي، وبالذات من مصر اللي هي اصلا يعني قلب الدراما العربيه وقلب السينما العربيه وقلب الاغنيه العربيه. الناحيه الايجابيه في هذا الامر ان الثوره ربما تفرض نفسها في الوقت الحالي سواء تلفزيونيا او سينمائيا، وربما ايضا تنهي عصر الاستخفاف بالمشاهد العربي المتمثل بالتابعيه. لبرنامج يا هلا، نوف خالد، الرياض. حول هذا الموضوع يسرنا استضيف من سوداء في جدة الممثل والفنان والمنتج الأستاذ محمد بخش، وينضم أيضا لنا بعد قليل من استديوهاتنا في القاهرة المنتج الأستاذ إسماعيل كتكوت. أبدأ معك أستاذ محمد، كيف تقرأ واقع الدراما السعودية والخليجية، وهل تعتقد أنها ستتأثر بما يحدث حاليا في بعض الدول العربية من تقلبات سياسية وثورات؟
أولا أمسي عليك وأمسي على أحب المشاهدين وأمسي على كل الإخوة اللي حيشاركون والمشاركين في هذا الموضوع. هو طبعا موضوع خطير جدا وموضوع لابد أنه تتفاعل فيه الدراما العربية وفعلا تقدم من خلاله الصورة الجيدة للثورة. إحنا طبعا يعني كلنا متأثرين بهذه الثورات ما هي حوالينا، ومتأثرين أيضا أننا إحنا يعني دخلنا في هذا المنظوم الثوري زي ما يقولوا، وأنا أسميها أنفلونزا الثورات، يعني هي أنفلونزا أو حمى الثورات. لكن قد تتفق مع بعض الدول وقد لا تتفق مع بعض الدول، يعني بعض الدول تأسست أصلا على الثورات وقيامت وعندها ثقافة الثورة. إحنا كدولة مسالمة ما لنا في أحد، لنا في نفسنا وفي مواطننا، وإحنا ناس يعني من يوم إحنا وجدنا على هذه الأرض ونحن يعني بايعنا أبناء عبد العزيز ومن قبله، يعني نظام ملكي. ولكن أتحدث أستاذ محمد على 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 الموضوع تأثر الدرامي. أنا معاك. التأثير الدرامي طبعا هذا أنا بقول يعني هناك في تقصير إعلامي للتصدي لهذه التدخلات في شؤوننا المحلية ولم يعالج بشكل درامي. يعني على الدراما أنها تواكب الأحداث المهمة في المنطقة، وهذا شيء لابد، يعني الدراما لا تقل رسالة من أي رسالة إعلامية توضح الصورة. نعم في بعض الشركات الآن يعني مصدومة، ما زالت مصدومة بهذا الحدث، والبعض الآخر يستطيع التطرق له من خلال المادة المكونة والكان المادة الموجودة، ويمكن حرية الطرح في بعض الدول اللي تأسست على هذه الثورات. إحنا من المفترض أننا أيضا الدراما المحلية عندنا لابد أنها تتفاعل وتكون مؤثرة في يعني في كثير من الردود ومعايشة في كثير من الأحداث. نعم الدراما المحلية لابد أنها تكون كده، والدراما العربية هناك بعض الأعمال سمعت أنها أيضا تطرقت لهذه الأحداث. طيب أستاذ محمد، هل تعتقد أنه مثلا هذه فرصة للدراما الخليجية أنها تكون أقوى وتظهر بشكل أكبر، خصوصا بعد ثورة مصر في تغيير للنصوص في أعمال توقفت، الآن في الوضع في سوريا يعني وضع شوي صعب ويزداد صعوبة مع الأيام، احتمال أيضا عدد من الأعمال راح تكون يعني ما راح تظهر أو راح تتأخر، هل راح يعزز هذا حضور الدراما الخليجية تتوقع؟ لابد، المفروض الدراما الخليجية بشكل عام والدراما المحلية بشكل خاص لابد أنها تواكب هذا الحدث، خصوصا الدراما الخليجية، خصوصا ونحن في الخليج نتعرض لكثير من الدسائس والمؤامرات يعني والمشاكل اللي حصلت حولنا. احنا لابد انه الدراما توظف بشكل صحيح لطرح هذه القضايا، طرح قضايانا احنا كدول الخليج. احنا كدول الخليج نحن حين يستجير بنا الجار فنجيره ايا كان هذا الجار، فجميعنا منظومة واحدة، فلابد أيضا الدراما تكون لها رسالة من خلال هذا الطرح. لابد أننا نطرح بكل جرأة وبكل وضوح وبكل صراحة نناقش هذا الموضوع. أنا أعتقد في بعض الأخوان في الخليج تحدثت معهم وهم زملاء منتجين أيضا يعني 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 فوجئوا بأنه الثورات هذه قد تكون لها تأثير على الساحة الفنية. طيب. نعم هي لها تأثير على الساحة الفنية، الكل أعاد حساباته، الكل أعاد نصوصه، هذا شيء. طيب أستاذ محمد، سؤال أخير قبل يعني أن ننهي وننتقل إلى مصر، يعني هناك من يرى أن الأحداث السياسية في المنطقة يمكن أن تدفع لظهور سينما خليجية منافسة في ظل تكتلات فنية في المملكة العربية السعودية تسعى لمثل هذا المشروع، هل توافق أم تختلف مع هذا الرأي باختصار إذا سمحت؟ لا أوافق طبعا، لأنه إحنا يعني ك ك ك كعمل فني بشكل عام لابد أننا تكون لدينا مادة نتحدث فيها نطرح فيها من خلال السينما أو من خلال التلفزيون. نعم لابد أنه الآن يعني وجود السينما مهم وتنافسهم، لأنه إحنا عندنا قضية الآن، إحنا عندنا كخليج بشكل عام عندنا قضية التماسك، قضية التقارب، قضية التفاهم،
ده مؤكد انه لابد من طرح هذه الامور، ولابد من اثبات هويتنا في العمل الفني ايضا. اذا قلت انا العمل الفني السعودي هذه هويه لابد ان تكون، والعمل الخليجي لابد ان يكون عمل خليجي. فنحن هنا كعمل محلي سعودي ايضا نحن بنعاني من هذه المشكله وبنعاني من هذا، لابد انه نواكب كعمل محلي هذه الأحداث بشكل جيد ومصداقية، ونوضح للآخرين من خلال رسالتنا الإعلامية والإعلام بكل رسائله ووسائله وصوره لابد أن يعبر عما يجول في خاطره من خلال هذه الثورات اللي نراها، واللي احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يبعدنا عنها ويحفظ وطننا ويحفظ مليكنا ويحفظ المسؤولين على رؤوسهم. ونحن بكل حب وكل ود ما زلنا على العهد، وما زلنا نبايع أبناء عبد العزيز من كبيرهم لصغيرهم. نعم، شكرا لك أستاذ محمد بخش، كنت معي من استديوهاتنا في جدة.